صباح الخير، يعطيكم العافية. أول إشي صوتي تمام؟ تمام صباح دكتورة. النور. تمام دكتورة، صباح الورد. أوكي، كيف حالكم؟ طمنونا عنكم، إن شاء الله بخير. نحمد الله. والله يا دكتور لو نحكي لك بخير بنكون نجامل نفسنا صراحة. والله إحنا بالوضع الحالي كلياتنا بنجامل حالنا إنه بخير يا شجاع. الحمد لله على كل حال. الحمد لله، إن شاء الله يعني الأزمة بتعدي على خير إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا جميعاً أنتم وعائلاتكم بخير. وأنا حتى قبل ما أبلش اللاب بدي أحكي لكم اليوم إنه أنا محجورة عشان عاملة تست كورونا، علي أعراض وبستنى بالنتيجة، وبنتي الصغيرة معي فرح تسمعوا صوتها كل شوي لأنه ما في مكان بقدر أحطها فيه. ففهمتوا يعني أنتم. سلامة يا دكتور، السلام ما عليك شر ان شاء الله. الله يسلمك، ان شاء الله ان شاء الله انه ما بيكون في شيء. احنا مستنى ان تشتغل تحسين ان شاء الله خير، بس يعني عشان اذا سمعتوا فجأة صوت اغاني، سمعتوا صوت العاب، تكونوا يعني بالصورة. طيب هلا اليوم بدنا نبلش بلاب المايكرو للسنترال نيرفس سيستم، وهذا اتوقع اللاب اللي قبل الاخير اللي راح ناخذه بالسيستمات، بضل في يعني بعدين لاب اليو جي اس اذا انا مش ناسيه، وهيك بنكون قطعنا شوط كبير من اللابات المايكرو بالسيستمات. وان شاء الله بعديها انتم بتصيروا طلاب كلينيكال وبتاخذوا معكم قدر كبير من هاي المعلومات اللي تعلمناها ان شاء الله على خير. فبما انه خلص احنا صرنا متعودين على السيستمات اللي بنمشي فيها ببدايه كل لاب، فشو هو السؤال الاول اللي بدنا نساله لحالنا قبل ما نبلش بهذا اللاب؟ هل هو ستيرل ولا لا؟ ممتازة يا رزان، هل هذا السيستم ستيرل أو لا؟ وشو رأيكم، سنترال نيرفس سيستم ستيرل ولا لا؟ أكيد أكيد هو ستيرل، ما في نورمال فلورا بالوضع الطبيعي، فأي مايكرو أورجانيزم بصير له ديتكشن في عينة السي اس اف معناته وجوده يعتبر significant. فاليوم ما حيكون في عنا بروتوكول بندور على إشي سبيسيفيك محدد، حيكون في عنا most encountered microorganisms يكونوا related لهذا السيستم، رح نشوف كيف بدنا نعمل لهم detection عن طريق السامبل اللي بدنا ناخدها. فأول إشي بالنسبة للcentral nervous system هو أكيد ما فيه normal flora، بس المايكروorganisms can gain access to the central nervous system through يا أما trauma أو عن طريق البلد أو الليمف أو عن طريق البريفيرال نيرز، وبتعمل عندنا الانفكشن. هلا عشان اقدر اعرف انا شو هي المايكرو اورجانيزمز اللي ممكن تكون موجوده، لازم اخذ السيوتابل سامبل، والريبريزنتيف سامبل اللي راح استخدمها تو دايجنوز الديس اوردرز للسنترال نيرفس سيستم ايش حتكون؟ CSF. بالضبط يا عمار، السي اس اف او اللي بنسميها او اللي هي السيريبروسباينال فلويد، اللي هو السائل اللي بده يكون في النخاع الشوكي. وطبعا انتم زي ما بتعرفوا زي ما تعلمنا في لابات البيسك، هاي اهم سامبل بتوصل للاب المايكرو وسميناها الجولدن سامبل، ودائما في الها البريوريتي في الشغل في لابات المايكرو. هلا عشان اخذ هاي السامبل راح نستخدم تكنيكس اسمه اللمبر سباينال بانشر او بسموها السباينال تاب. طبعا هذا التكنيك بيحتاج يكون الفيزيشن كثير كواليفايد، ما بينفع اي حدا بياخده، سنسيتيف وبينفول تو ذا بيشنت، وبيحتاج دقه عاليه في الشغل. هلا هذا مبداه بيعتمد اللمبر بانشر على انه رح نعمل انسيرشن للنيدل بتوين ذا فيرتبرا لحد ما نوصل للمنطقه اللي فيها السي اس اف حوالين السباينال كورد ونسحب الكميه المناسبه. فاول شيء خلينا نشوف كيف بيعملوا اللمبر بانشر. طبعا هي بتكون عند الادلتس بتوين الفيرتبرا بتوين L3 and L4، وعند الشيلدرن بتوين L4 and L5. رح ناخذ من البيشنت 4 كيوبس، وكل واحد بده يكون فيه 2 to 3 ml، ما بصير الكميه تكون اكبر من هيك لكل كيوب. هذا بالنسبه للادلتس، وبالنسبه للتشيلدرن كل كيوب بيكون فيه 1 ml. كم تيوب؟ كل patient رح ناخذ منه 4 tubes، وكل tube بيكون فيه ليش؟ نعم ليش؟ ليش؟ هلا بحكي لك ليش، لأنه كل part من اللاب رح يروح له tube، يعني في tube رح يروح للاب المايكرو
وفي تيوب راح يروح للاب البايوكيمستري وتيوب راح يروح للاب السيتولوجي وللهيماتولوجي. فكل مختبر راح ياخذ او كل قسم من المختبر خلينا نحكي راح ياخذ تيوب. وطبعا احنا بنحاول دائما انه الكميه تكون يعني مش على الحد الاعلى، يعني لو كل واحد كان بالنسبه للادتس كل واحد كان فيه يعني خلينا نحكي 1 ml 2 ml عشان ما ناثر على الاوفر اول فوليوم للسي اس اف اللي بتكون موجوده في الجسم. هذا بالنسبه للادلتس. بالنسبه للتشيلدرن كل تيوب بده يكون فيه ماكسيمم 1 ml. اوكي دكتوره تفضل شجاع. الان لما نسحب بالنيدلز نسحب 4 تايمز اولسو ولا بس 1 تايم للفور تيوب؟ لا 1 تايم وبنعبي 4 تيوبس. خليني افرجيكم فيديو عشان تكون اوضح لكم. طيب هلا اول شيء حكينا انه هاي البروسيس او هذا التكنيك painful to the patient. فاول شيء بالنسبه للوضعيه اللي راح يكون فيها البيشنت، يا اما بيكون نايم على جنبه بهاي الطريقه او ممكن انه يكون قاعد وحاني خلينا نحكي جسمه للامام عشان الظهر يصير على يعني على شكل قوس. طبعا ليش احنا بنحتاج شكل هذا الار؟ عشان نباعد بين الفيرتبرا ويصير الانسرشن للنيدل اسهل. اول خطوه بما انه احنا حكينا انه هذا السيستم هو اوريدي ستيرل، معناته احنا كثير بدنا نحاول انه هاي السامبل ما تكون كونتامينيتد، ما يكون فيها كونتامينيشن، لانه وقتها راح يصير في عنا مس دياجنوسيس بين اني انا اخذت نورمال فلورا عن السكن وبين انه هاي المايكرو اورجانيزم كان فعلا موجود جوا السي اس اف. عشان هيك مهم اني اعمل استيريلايزيشن للسكن، لازم اعقم. طبعا باستخدام هون بستخدمه الايودين. هلا بدنا نحدد المكان اللي بدنا نسحب منه، ودائما بيكون في مع الفيزيشن لازم يكون في حدا موجود، مثلا النيرس، لانه بنحتاج انه حدا غالبا يثبت البيشنت بوضعيه مناسبه، لانه اي حركه بتحركها البيشنت من الالم راح تخرب علينا السي اس اف او اللمبر بانشر. فاول شيء اول شيء اللي عمله هلا هو لوكال انستيجيا، تخدير موضعي، بستخدموا إبرة صغيرة لنرجع لها. هلا أول إشي بنعمل تخدير يعني خلينا نحكي للسكن السطحي عشان لسه بدنا نعمل تخدير أكثر. لا شوي استخدم تو نيدلز، دقيقة نرجع من الأول. أوكي، أول إشي رح نعمل تخدير الموضع عشان نقدر بعديها نعمل insertion للنيدل. وبعدين بدنا نعمل يعني تخدير نحاول للديبر تيشوز انه نوصلهم ويكون في يعني نقدر ندخل الليكودين لمسافه اطول شوي عشان لما بعد شوي بدنا نعمل انسرشن للنيدل البيشنت ما يحس بالم كبير وما يتحرك. طبعا اصلا التخدير نفسه بيوجع، يعني زي ما بدا لما نروح على دكتور الاسنان ابره البنز بتوجع اصلا اكثر من الشغل. اوكي هلا هاي النيدل اللي رح نعملها insertion between the vertebra عشان نطلع السي اس اف. طبعا هو قبل ما يبلش الشغل بيكون حدد المكان between L3 and L4. كيف يعرف العمق المناسب اللي لازم يوصل له؟ رح يدخل النيدل كل شوي بيسحب منها هاي، لما يشوف انه السي اس اف بلش يطلع بيكون وصل للمكان المناسب. هاي طريقة. والطريقة الثانية اللي بتساعده يعرف انه بيسمع صوت هيك زي pop أو هيك كليك اللي هو بيكون وصل للمكان اللي موجود فيه السي اس اف. فهلا ببلش يطلع في عنا دروبس من السي اس اف، بنعبي أول تيوب، كمية لازم ما تكون كبيرة حكينا. بده يضل يستنى قطرة قطرة؟ أهو مش راح يطلع زي الشلال، هو هيك بيطلع أطرافه.
يعني قصدي ليش ما يعمل زي سحب الدم؟ لا ما في هيك، لأنه لازم يطلع كمية قليلة وشوي شوي ويعبي شوي شوي عشان ما يسحب فجأة كمية كبيرة. لما بيختل عنا أو نحكي تنزل كمية الـ CSF فلويد في الجسم عن حد معين، بتعمل كثير مشاكل عند البيشنت، ممكن يصير في عنده صدام، ممكن يصير في عنده إغماء وهيك يعني. فلازم شوي شوي، تمام. حتى هون هو في عنده كمية سائل قاعدة بتنزل، يعني المفروض إنه لا يعني يكون كثير حريص إنه يتعبى الدروبس في الفلوبس. هاي التيوب الثاني، هذا التيوب الثالث، هم مرات بيعبوا 3 ومرات بيعبوا 4 حسب شو هدفهم يشتغل، بس الايديال كيس انه نعبيه 4 تيوبس. طبعا كل واحد ما بتكون كمية فيه كبيرة زي ما حكينا، هون أخذوا 3 وهيك بتكون اللمبر بنشر خلصت. طيب حد عنده سؤال عن التكنيك نفسه؟ بيقدر طيب بعدين المريض يتحرك؟ يس بتحرك عادي، طالما ان عملت بطريقة صحيحة ما فيها مشكلة، بيكون وبيمارس حياته عادي، فيش أي تقييدات. إذا كانت صح وما صار فيها أي مشاكل بيمارس حياته عادي. هلأ إذا كانت النيل دخلت خطأ أكيد بده يصير مشاكل. إذا كانت كمية الـ CSF اللي انسحبت كثير كبيرة أو أكبر من الحد اللي مسموح فيه، برضه رح يصير فيه عنده مشاكل. فيعني ممكن إذا وقف يقع على الأرض من الصداع أو من عدم التوازن، لأنه كمية الـ CSF بالجسم ما لازم تنزل عن حد معين. فعشان هيك هم يعني بيكونوا حريصين إنهم يعبوا بالتيوبس كميات قليلة لكنها تكون كافية للفحص. تمام؟ تمام. دكتورة، هو عمل تنتان تخدير مرتين؟ هلا بيعمل تخدير مرتين، انا كاني مشيت عنها بالفيديو، بس يعني بنفس المبدا. اول إشي بيكون هيك ابره صغيره، بيعمل تخدير للسيرفس سكان عشان يدخل الابره الكبيره اللي بده يعمل فيها تخدير للديبر تيشوز، وبعدين الابره الثالثه هي ابره السياسه. اوكي دكتورة، ليش بيعطوها أولوية لهاي العينة؟ هلا بيعطوها اولويه لانه هاي العينه طلعي قديش صعب انك تحصلي عليها، يعني لازم اصلا تكوني ماخذه موعد عند دكتور يكون كواليفايد، مش اي دكتور بيقدر يعملها. وشوفي قديش في ريسك اذا انعملت بطريقه خطا. فهلا هاي العينه بنحرص انها اول ما توصل لللاب انه ما نخسرها او ما يصير لها شيء او ما توقع وتنكسر او ما تضيع او ما يصير لها كونتامينيشن، فعشان هيك بنشتغلها اول شيء. يعني لو في عندي مثلا عينه سي اس اف وعينه بلد وعينه يورين، طبيعي انه بدي اشتغل السي اس اف اول، لانه مثلا عينه البلد اذا انكسرت او صار لها شيء بنادي البيشنت مره ثانيه وبسحب منه بكل بساطه، او عينه يورين بحكي له انا ارجع اعطيني العينه مره ثانيه. اما لو ترجع تحكي للبيشنت مره ثانيه بدي ارجع اخذ منك عينه سي اس اف، بتوفى يعني، لانه هي اصلا مؤلمه ومزعجه كثير وفيها مخاطر كثير. فعشان هيك دائما احنا بنشتغلها اول شيء عشان نضمن انه يعني ما نخسر هاي العينه. تمام دكتورة، تفضل. بالنسبة للصورتين اللي هون، الصورة اللي على اليمين أتوقع صحيحة، بس اللي على اليسار هاي مش، يعني مش لمبر سباينال بنكتشر، لأنه هاي بس تخدير اللي على اليسار. فعلا معك حق، بالصورة هاي الإبرة اللي موجودة هي إبرة تخدير. تمام، بس هو الهدف هنا إنه المكان الفيرتبرا، إنه وين المكان، فإنه عادة أسفل الظهر بين L3 and L4، فهو الهدف من الصورتين يعني يفرجيك المكان. أوكي؟ تمام. تمام. دكتورة، تفضل معاك. كان في سيريبروسباينال فلويد بقي على الأرض، هذا الإشي عادي؟ لا مش عادي. ثاني. بس بالفيديو كان في إشي صح سائل إنه نزل. ما أنا حكيت لكم في فيديو كان هيك، في هيك دروبس جاي هيك على الشرشف اللي كان تحت البيشنت فخطأ، فإحنا يعني لازم ما نخسر أي دروب تنزل من السي إس إف. أيوة تمام، شكرا لك. أوكي. تمام، هاي بالنسبة هيك للطريقة. أكيد لما شفتوها يعني بفيديو بتصير أوضح، وزي ما سأل مثلا شجاع إنه مثلا كل مرة بدي أدخل نيدل عشان أعبي تيوب، لا هي نفس النيدل بنعبي منها التيوبس. وحتى في تستات بيعملوها على نفس النيد اللي بدخلوها، خليني افرجيكم هون.
بنفس الطريقة هلأ شوفوا هنا هذا الفيديو نفس الاشي بس خليني امشي لهون هلأ هون دخلوا النيدل اللي بدهم يسحبوا منها السياسة هذا الجهاز اللي بيركبوه هون هذا بيقيس البريشر اللي موجود في السي اس اف اللي موجود يعني هاي الاشياء كلها بتعطي انديكيشنز مثلا بدهم يشوفوا كميه السي اس اف اللي اوريدي عند البيشنت قليله ولا كثيره ولا مناسبه ولا فيها مشكله فهذا بنفس الوقت اللي بدي اسحب فيه السي اس اف كيوب السي اس اف سامبلز بقدر بنفس الوقت اشوف هون البريشر فانه عشان يعني هاي البروسيدر صعبة ما بقدر كل شوي أدخل نيدل في ظهر البيشنت فأي إشي بدي أعمله المفروض أعمله بوقت واحد تمام؟ فإحنا حتى بالفيديو اللي شفناه بالأول ما حطوا هذا الباراميتر بس هو برضو المفروض إنه أول إشي أبلش إني أتأكد إنه البريشر مناسب إني أسحب العينات هذا الفيديو أدق أتوقع ممكن تحبوا افرجيكم اياه يعني هو شكله هنا يعني الشخص متمكن اكثر الدكتور هلا شو هون قاعده بتعمل داي حددت المكان بين L4 and L3 هلا جابت إشي تعمل فيه بريشر عشان يضل هيك المكان واضح إلها يعني لما تدخل النيدل ضلها هي شايفه وين بدها تفوت فهاي النيدل الصغيره اللي بدها تعمل فيها الانستيجيا للسكن سيرفيس طارق بدك تحكي إشي تفضل هاي التخدير اللي رح يكون لجوه اكثر للديب تيشوز هلأ النيدل اللي بدنا نسحب فيها سياسة دكتورة بس سؤال صغير تفضل التخدير اللي بيحطه هو بس لطبقات السكن يعني اوريدي يعني بس للجيورة وهاي الابيديرمس والبعديها بس يعني هلأ اللي الأول بيكون هيك عشان تقدري تدخلي أكثر لديبة تشوز بس مش أكثر ما هو بعدين أنت حتفوتي بين الفيرتبرا فما في هناك إشي يقدر يخدر لك إياها 100% يعني ما بدخلوا التخدير لجوة جوة لا بس إشي اللي يخلي الانسيرشن للنيدل أسهل عشان نضمن إنه البيشنت ما يتحرك حركات قوية تمام هون شاف البريشر تفضل هذا بيشنت عن جد ولا لعبة لأنه مش جسم يعني مش شكل جسم لا بيشنت عن جد شكل جسم بل يعني برتقالي لون الزلمة أيودين موك الأيودين يس بالضبط الأيودين اللي عملوا فيه استريلايزيشن للسكن أيوة تمام فشوفوا حتى هون كيف حركتها أسرع وما في إشي منها عم يعني عم يروح هون وهون هاي هتبقى الوقت يعني الواحد بيكون حريص تمام وهيك بيكون خلصنا والسامبل صاروا جاهزين أوكي فهيك أتوقع صارت واضحة بالنسبة لكم طريقة اللمبة بنشر طبعاً أكيد يعني الواحد لما يشوف فيديو مش رح هلأ يكون جاهز إنه يروح يطبقها على patient بس هاي إن شاء الله بمراحل الكلينيكال بتدربوا عليها ولقدام بتصير إن شاء الله يعني أوضح بالنسبة لكم تمام؟ أوكي هلأ إحنا حكينا إنه رح ناخد 4 cubes كل واحد خلينا نحكي تقريباً فيها 2 ml هلا الشيء اللي مهم انه احنا حكينا انه رح ناخذ 4 كيوبس وكل واحد فيهم رح يروح على لاب واحد للمايكرو واحد للكيمستري وواحد للسايتولوجي وواحد للسيرولوجي اللي كثير بهمنا انه هدول اللابات ما بيتوزعوا راندوملي يعني مش انه انا اخذت 4 كيوبس ويلا روحوا ودوا كل واحد على لاب
لا التيوب اللي سحبته اول واحد هو اللي بيروح للاب المايكرو، والثاني للكيمستري، والثالث للسايتو وان سو اون. هلا ليش كثير بهمني انه اول تيوب انسحب هو اللي يروح للمايكرو؟ عشان الكونتامينيشن، انه اقل احتمال كونتامينيشن بالاول 100%، لانه هو اقل شيء فيه التشانس انه يصير انه يكون صار له كونتامينيشن. فعشان هيك انا بحاول انه بحاول انه الاول تيوب انسحب هو اللي يروح للاب المايكرو، مش بحاول، هو لازم اول تيوب انسحب هو اللي يروح للاب المايكرو، والتيوبات الثانيه بتتوزع برضه للابات اللي بعدها. فهلا احنا عندنا صارت السامبل جاهزه. أصلاً لو صحت شوي. أوكي. فهلأ هاي السامبل صارت جاهزة، وبدنا نبلش نعملها examination لحتى نعرف الميكروأورجانيزم اللي ممكن يكون عامل الانفكشن. أول إشي في عنا microscopic examination، اللي هو أول ما نمسك التيوب إنه نشوف إنه في إشي بيعطيني indication إنه في infection أو لا. فعادة الـ CSF هو crystal clear وبيكون colorless. في حالات معينة pathological cases ممكن نشوف فيه زي الصورة اللي هون، ممكن يكون turbid، ممكن يكون bloody، ممكن يكون فيه viscous، أو ممكن يكون فيه clots. هاي كلياتها بتدلني إنه في عندي مشاكل معينة. مرات ممكن يكون لونه زي اول تيوب انه كريستال كلير، بس برضه يكون في عنا مايكرو اورجانيزمز. فدائما لما بناخذ السامبل لازم نكمل يعني خلينا نحكي المايكروسكوبيك اكزامينيشن، يعني ما بنفع اطلع عليها احكي لا خلص هيها كريستال كلير معناته ما في عندك شيء، لانه زي ما حكينا هاي السامبل صعبه ولازم نكمل الشغل ونعطي ديفينيتيف دايجنوستس. هلا المايكروسكوبيك اكزامينيشن الشغل اللي رح نشتغله في لاب المايكرو، رح نعمل الكلتشر ورح نعمل الستين ورح نعمل البيوكيميكال رياكشن حسب المايكرو اورجانيزم اللي بنكون صرنا توجهنا له اكثر. فبما انه هذا الستيرل اوريدي، بما انه هذا السيستم اوريدي ستيرل، فرح يكون في عندي مجموعه من الموست انكاونتر مايكرو اورجانيزمز اللي غالبا بيكونوا هم سبب الانفكشن. فالكلتشر البليتس اللي رح استخدمهم ممكن على البلد بالشوكليت المكونكي، أو ممكن أستخدم ثاير مورتن إذا كانت النيسيريا سبيشيز هي السسبكتد، لأنه هاي الميديا خاصة للنيسيريا، أو الوينستون جونسون ميديا إذا كانت المايكوبكتيريوم تيوبركلوسس هي السسبكتد. وبالنسبة للستيننج رح أستخدم ستيننج تكنيك مناسب حسب برضو السسبكتد مايكرو أورجانيزم، يا أما جرام ستين يا أما أسيد فاس ستين أو أندية أنتي ستين. فالجرام ستين هو اللي بنستخدمه بيسكلي في أغلب الحالات، أسيد فاست ستين إذا كنت شاكة بوجود المايكروبكتيريوم تيوبركلوسس، والإنديا إنك للكريبتوكوكس نيوفورمانس اللي هاي بنشوف منها الكابسول. دكتورة؟ تفضل ماجد. طب إذا كانت نايسيريا أي ستين بنستخدم؟ جرام ستينينج. جرام، تمام. دكتورة تفضل محمد. سؤال، إنه طيب إذا شاكين مثلا بأكثر من بكتيريا رح نعمل، يعني بنكون بدنا نعمل كتير تستات، يعني بيكون أنا بدي أعملها كلتشر على البلد والتشوكلت، إذا ما طلع معي بدي أجرب أحطها على الثير مارتن، وبدي أعمل جرام ستين وهكذا. بس طب هو كيف إحنا يعني قصد إنه نفس التيوب بكفي لهاي الأشياء كلها، ولا بدي أضطر أخلي أكثر من تيوب للميكروبيولوجي؟ لا بيكون بكفي، لأنه أنا وقتها بكون عملت لها زرعتها مثلا على البلد والشوكولات ومثلا المكونكي. هلا اذا ما يعني كملت وما زبط معي برجع باخذ من الميكروبيال جروس اللي طلع معي وبحطه مثلا على الثير مارتن، مش ضروري ارجع للسامبل نفسه. تمام. فطبعا هلا يعني طالما احنا عندنا موست انكاونتد وهيك، بدي اصير انه اربط الاشياء ببعض، مثلا الدياجنوستس مع الهيستوري مع الماكروسكوبيك اكزامينيشن مع المايكروسكوبيك اكزامينيشن. هلا كل خطوه بدها تصير توديني لخطوه بعديها، وهيك انا لحد ما اوصل للمايكرو اورجانيزم. فهلا الموست انكاونتد مايكرو اورجانيزمز بالنسبه للسي ان اس، في عندنا ال مثلا انفلونزا اللي راح نشوف اليوم، هذول النيسيريا مينينجيتيدس،
والستريبتوكوكس نيموني والستيريا مونوسايتوجين والستريبتوكوكس الجلاكتيا. طبعا هلا هذول هيك توزيعهم حسب الاعمار، هذا انه يعني الموست كومون، مثلا انه الناس اللي اعمارهم اكبر من 60 سنه غالبا المشاكل اللي بتصير عندهم بالسي ان اس بيكون سببها الستيريا مونوسايتوجين. بس انه مثلا دائما كانوا يبعثوا لي الطلاب مثلا انه بالمحاضره انه مختلفه الاسماء بالنسبه لهذا التوزيع، فهو انه مش شرط بس انه هيك تقريبا. بالنسبه للامتحان انا ما راح اجي اسالكم انه اللي عمرهم اكثر من 60 شو اكثر بكتيريا بتكون موجوده عندهم، تمام؟ يعني مش حيكون هيك السؤال. اللي بهمنا باللاب انه كيف نعمل ايدنتيفيكيشن لكل واحده منهم، فخلونا نبلش فيهم. دكتوره احنا موجود عندنا بالنظري كمان انه الكلتشر للنيجيريا انه هو البلاد اجار، بس هنا شيء يعني الميديا كانت مختلفه. بالسلايد اللي ايش حكيتي اخر شيء؟ بالسلايد اللي قبل كانه صاير شيء هيك مش عارفه صاير ما في. اوكي هلا بس نحكي على كل وحده فيهم بفرجيك ليش. هلا في عندنا انواع من المايكرو اورجانيزمز. هلا مش احنا حكينا انه يعني البلد والتشوكليت انه اغلب انواع البكتيريا بصير لهم جروث عليها، بس انه ممكن تطلع النيسيريا وتطلع مع مثلا خلينا نحكي مع نورمال فلورا. فانا لما اكون بدور على النيسيريا بستخدم ميديا تكون سيلكتيف، يعني ما بيطلع عليها الا نيسيريا. مش سامع صح؟ هو ما في نورمال فلورا بالسنترال نيرفس سيستم. ممكن اكون اخذتها من السكن. تمام تمام. وهلا احنا برضه لما بنشرح بلاب المايكرو يعني احنا بنحكي عن التفاصيل الدقيقه. فهلا خلينا بس نيجي على النيسيريا، اتوقع هي اول وحده هلا بنشرح عنها. شوفوا شو اهميه ان احنا نستخدم ثاير مارتن اهم من ان مثلا استخدم لها تشوكلت لحالها. اوكي خلينا هلا جايين عليها. طيب هلا بدنا نبلش نشرح فيهم الموست انكاونترد، انه كيف نعمل ايدنتيفيكيشن لكل وحده فيهم. اول وحده بدنا نحكي عن النيسيريا، فهلا انا قسمتهم لجرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف. اول شيء من الجرام نيجاتيف بدنا نحكي عن النيسيريا والهيموفيلس انفلونزي، وبعدين بنروح للجرام بوزيتيف. فهلا احنا اول شيء بالنسبه للنيسيريا حنكون شفنا تحت المايكروسكوب جرام نيجاتيف كوكساي، عاده تيجي ان بيرز، يعني كل تنتين بتحسوهم ملزقين ببعض تو كوكسايز، فهاي بسموها ديبلو كوكساي. عادة شكل النيسيريا تحت الميكروسكوب ديبلو كوكساي، أو اللي بسموها الكافيبينز لأنها بتصير زي كأنها تشبه حبوب القهوة. والأوكسيديز تيست للنيسيريا دائما بيكون بوزيتيف. فأنا لحد الآن شفت تحت الميكروسكوب إنه في عندي جرام نيجاتيف وشكلها ديبلو كوكساي. فأنا هلأ بدي أعملها كالتيفيشن على الميديا. هلأ زي ما سألت أميرة، هلأ لو أخذت أنا السامبل نفسها وعملت لها كالتيفيشن على الشوكلت وعملت لها كالتيفيشن على ثاير مارتن، هلأ على الشوكلت ممكن يطلع عندي فيه أكثر من نوع، ممكن يكون منهم نورمال فلورا وممكن كمان يكون في منهم النيسيريا. فأنا هون بصير في عندي يعني بزيد احتمالات كثير على حالي. فإذا كانت النيسيريا هي suspected، يعني أنا شفت تحت الميكروسكوب إنها ديبلوكوكساي، والديبلوكوكساي هو شكل مميز للنيسيريا، فأنا شو بروح بعمل؟ بروح بعمل لها cultivation على ميديا اسمها ثاير مارتن. ثاير مارتن هاي مهم تكونوا عارفينها للامتحان. هلأ ثاير مارتن هي عبارة عن selective ميديا للنيسيريا species only. شو يعني selective؟ سلكتيف معناها انه هي بس بتسمح انه يصير في عندنا جروث للنيسيريا سبيشيز، وبتعمل انهبيشن لكل انواع البكتيريا الثانيه. تذكروا لما حكينا في الجي اي عن الاس اس اجر، لما حكينا انه هذا بس بيعمل سلكشن للسالمونيلا والشيجيلا وبيعمل انهبيشن لكل الانواع الثانيه، فهي نفس المبدا. الثاير مارتن اجر بتعمل سلكشن للنيسيريا سبيشيز اونلي، وكل الانواع الثانيه بتعملهم انهبيشن. يعني لو اجيت انا حطيت السامبل اللي عندي على الثاير مارتن اجر وكان في عندي مايكروبيال جروث، معناته هذا المايكروبيال جروث اكيد شو راح يكون؟ نيسيريا سب سبيشيز. نيسيريا سبيشيز بالضبط. اذا ما كان في عندي جروث ابدا معناته لا، مش ما راح تكون نيسيريا، معناته انا لازم اروح ادور على شيء ثاني.
فعشان هيك الأسهل والأحسن إني أنا أستخدم سيلكتيف ميديا هي الفاير مارتن، بدل ما أنا أحطها مثلاً على الشوكليت ويطلع معي كتير أوبشنز إذا كان في عندي كونتامينيشن. واضح ليش نستخدم الفاير مارتن أدر؟ دكتورة تفضل يا أحمد. يعطيك العافية. بس النيجيريا سبيشيز بميز بيها حسب الشوجر فيرمنتيشن صح؟ قصدك عن الجونوريا والمينينجيتيز بالضبط، اللي هو السلايد اللي بعده اللي هلا بدنا نحكي عنه. هلا لحد الان احنا شفنا تحت الميكروسكوب انه في عندي جرام نيجاتيف ديبلوكوكسايد، وعملت لها كالتيفيشن على الثاير مارتن اجر وطلع في عندي نايسيريا سبيشيز. اوكي هون لحد الان انا عارفه انه انا نايسيريا، بس مش عارفه هي جونوريا ولا مينينجيتيز. زي مين اللي سالني؟ ماجد صح؟ أنا؟ أحمد. لا اللي بعت لي قبل يومين سألني عن التست مش ماجد؟ لا. أوكي. في حدا بعت لي سألني عن هذا التست وجاوبته بس نسيت مش مشكلة. طيب هلا لحد الآن بدي الخطوة اللي وصلت لها إني أنا بدي أميز بين بين النيسيريا جونوريا وبين النيسيريا مينينجيتيز. هلا على الرغم من انه مستبعد جدا انه تكون النيسيريا جونوريا موجوده في السنترال نيرفس سيستم، الا انه احنا شغلنا في لاب المايكرو لازم يكون دقيق ولازم نوصل لاخر ستيب فيه. يعني انا لما اعطي النتيجه اكون متاكده منها 100%. عشان هيك راح اعمل اخر شيء تيست زي ما حكى احمد اسمه السي تي اي تيست. السي تي اي هو عبارة عن بروث ميديا، بروث حكينا معناها سائل ليكويد، وهذا التست بيعتمد على وجود 3 تيوبس، كل تيوب بيكون فيه نوع شوجر مختلف. الأول بيكون فيه جلوكوز. دكتورة صوتك راح. نعم صوت راح أو عارف صوتي لا ممتاز ممتاز ممكن من عندها زينب شيء من عندك. اوكي واحد بيكون فيه جلوكوز والثاني بيكون فيه مالتوز والثالث بيكون فيه سكروز. هلا هذا التست كامل لونه الاصلي بيكون ريد، يعني قبل ما انا احط فيه اي نوع بكتيريا لونه الاصلي بيكون ريد. اذا البكتيريا اللي انا حطيتها قدرت تعمل فيرمنتيشن للجلوكوز بتحول اللون من ريد ليلو زي هون، وهي بتكون بوزيتيف ريزلت. هلا كيف بستخدم انا هذا التست؟ بجيب أول ست من التيوبس والست الثاني من التيوبس، بحط فيه أول إشي نوع البكتيريا اللي أنا شاكة فيها مش عارفة هي نيسيريا من مينينجيتيز ولا جونوريا، بحط بكل تيوب. إذا البكتيريا اللي حطيتها قدرت تعمل فيرمنتيشن للجلوكوز والمالتوز هاي بتكون نيسيريا من مينينجيتيز. إذا البكتيريا اللي حطيتها عملت فيرمنتيشن للجلوكوز لحاله هاي بتكون نيسيريا جونوريا، وما بتقدر تعمل فرمنتيشن للمالتوز ولا للسكروز، تنتين ما بيعملوا له. تمام؟ فهيك بقدر أميز بشكل نهائي إنه المايكرو أورجانيزم اللي موجود عندي هو نيسيريا مينينجيتيز. فعشان أقدر أعطيه ديفينيتيف دياجنوسيس لازم أشوف تحت الميكروسكوب جرام نيجاتيف ديبلوكوكسال، ويصير في عندي جروث على الثاير مارتن أجر، ونتيجة CTA تكون positive للجلوكوز والمالتوز، وهيك بقدر أحكي إنه هاي عينة CSF فيها نيسيريا مينينجيتيز. واضح؟ دكتورة؟ تفضل ناجد. CTA اختصار لإيش؟ Cystine Tryptase Agar. هو نوع ميديا يعني؟ هو تست فيه مش ميديا زي اللي بنعمل عليها الكالتيفيشن العادي، هو تست مهيئ انه يكون فيه 3 different types of sugar، ونشوف البكتيريا اي لشو بتقدر تعمل fermentation منهم carbohydrates. تمام؟ يعني قصدي انه لا انا قصدي انه هن لانه 3 تيوبات كل تيوب فيه سكر مختلف. يعني كيف الميديا نفسها بس السكر مختلف؟ هي هيك بتيجي طريقة تحضيرهم أصلاً، بتوصلنا على اللاب بهاي الطريقة، بتكون البيسك نفسه وكل تيوب بنضاف له نوع مختلف من الشجر. فإحنا يعني التيوب بيكون مكتوب عليه إنه هذا مثلاً الشجر اللي فيه جلوكوز ولا مالتوز ولا سكروز، مش إنه هم ما بيكون مكتوب عليهم وإحنا ما بيكون عارفين.
تمام، وصلت وصلت دكتور. تمام دكتورة، تفضل يا عمر. طيب بما انه ما بعمل فيرمنتيشن للسكروز بقدر استغني عنه؟ بنقدر نستغني عنه، بس هو لانه هذا التست يعني ممكن نستخدمه ل خلينا نحكي لانواع تانية من البكتيريا، وممكن وقتها يكونوا بدهم يدرسوا السكروز فيها، فهو الست اصلا بيوصلنا كامل زي هيك. انا بقدر استغني بالنسبه للنايسيريا، بقدر استغني عن السكروز. تمام شكرا. تمام دكتورة، الأوريجينال كلر للسي تي اس هو البينك يعني؟ ريد، البينك. أوكي. هذا اللون الأصلي، وهو اللي بنعتبره لون النيجاتيف، إنه ما صار في عندي فرمنتيشن. إذا صار في عندي فرمنتيشن بتحول اللون لليلو. طب دكتورة ممكن كمان سؤال؟ تفضل يا هون بحطوا في إنديكيتور يعني مثلا زي يس فينول ريد ولا إيش؟ بيكون فيه بي اتش إنديكيتور يس. لأنه سبب تغير اللون هو انه لما بصير في عندي فيرمنتيشن للشوجر بتزيد نسبه الاسيد، فهذا الاسيد هو اللي بيغير البي اتش انديكيتور وبتخلي اللون يتغير من احمر لاصفر. تمام تمام ممتاز يا مريم. طيب واضح هون؟ فيعني اكثر شيء بيهمنا هون انكم تربطوا انه الثير مارتن اجر هي للنايسيريا سبيشيز، هذا مهم كثير للامتحان، وانه هذول الثري ستيبس هم اللي رح نستخدمهم عشان نعمل الايدنتيفيكيشن للنايسيريا، اللي هم تحت الميكروسكوب جرام نيجاتيف ديبلوكوكسايد، وجروث على الثير مارتن اجر، والسي تي اي بوزيتيف للجلوكوز والمانتوز. واضح؟ حد عنده سؤال لحد الان؟ تمام. طيب هلا بدنا نمشي على اللي بعديها، اللي هي الهيموفيلس انفلونزا. الهيموفيلس انفلونزي ولا مره حكينا انه كيف ممكن نعمل لها ايدنتيفيكيشن داخل اللاب. بالنسبه للمايكروسكوبيك اكزامينيشن راح نشوف جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي. تعرفوا شو يعني كوكو باسيلاي؟ كوكو باسيلاس مش سامع. كوكو باسيلاس من على المايكروسكوب ممكن تبين باسيلاي او كوكساي. هلا هي مش بتبين هيك او هيك، هلا احنا الاشكال عندنا يا اما كوكساي يا اما بس هاي مش بس اللاي هيك البس اللاي. خلينا نحكي في عندنا إشي اسمه كوكو بس اللاي، اللي هي بالنص بين هاي وبين هاي، يعني شكلها لا هو فوكساي كتير ولا هو بس اللاي كتير. خلينا نحكي زي هدول اللي موجودين عندنا هون، اللي هو بيجي شكل بالنص، يعني لا هي بس اللاي على الاخر ولا هي فوكساي على الاخر، فهاي بسموها كوكو بس اللاي. بقدر اقولها شو بسلة صح؟ نعم شورت باسيلس، بقدر اقول لها شورت باسيلس بهاي الصوره. يعني الكوكو باسيلاي بتكون يعني نفس الشورت باسيلس ولا لا؟ لا، هم بسموها كوكو باسيلاي. تمام. اسطوانيه الشكل يعني هو شكلها بيجي على اسطواني، بس يعني هي حتى الباسيلاي بنقدر نسميها انه اسطواني. هي المبدأ يعني إذا الكوكو بس اللاي كان سوري إذا البس اللاي كانت هيك والكوكساي هيك، فهي الإشي اللي in between them، اللي هو بتحسه محير بيناتهم بين الكوكساي وبين البس اللاي. خلينا نحكي زي هدول هيك أوضح إشي ممكن يكون إلها. فلأنه دائما الأشكال بتساعدنا بالidentification، يعني اللي بنشوفه تحت الميكروسكوب هو ببلش يعطيني أول indication. يعني أنا مثلا لما بشوف جرام نيجاتيف خلاص بستثني كل الجرام بوزيتيف والعكس، فدائما الاشي اللي بشوفه تحت الميكروسكوب ببلش يوجهني، فعشان هيك بهتم اني اشوف الشكل. بالمناسبة هاي الصورة اللي هون اتوقع انها غلط بدها تغيير، لانه هذا اللون جرام بوزيتيف. هلا انتبهت لها. احنا لازم نشوف لما نحكي جرام نيجاتيف شو لازم نشوف تحت الميكروسكوب اللون؟ بالضبط بينك او ريد. المهم فهذا بعد لكم اياها. طيب هلا بالنسبه للهيموفيلس، هو اصلا اسم الهيموفيلس هو جاي من جريك نيم انه هم بلاد لافينج، فهم يعتبروا فاستيدياس مايكرو اورجانيزمز. شو يعني فاستيدياس؟ تاجرت ميديا. بالضبط بدهم البلاد ميديا. بالضبط يا احمد، بيحتاجوا كثير ريكويرمنتس من البلد، فهم اصلا كثير بيحتاجوا جروث فاكتورز ونيوتريانتس عشان يصير لهم جروث
على الميديا. فهلا احنا حكينا انه هلا هم بصير لهم جروث اكثر على الشوكليت. ليش بصير الجروث على الشوكليت اكثر من البلد؟ لانه هاي الكونتنت بتكون جوا الار بي سي. بالضبط يا عبد الله، لانه حكينا الشوكليت بتكون انريتشد اكثر من البلد. اذا بدي اذكركم بالسبب، حكينا انه البلد سيلز الار بي سيز في عندنا نيوتريانس فاكتورز موجوده على السيرفس، وفي النيوتريانس فاكتورز بتكون موجوده جواتها. ففي حاله البلد اجر المايكرو اورجانيزم بيقدروا يستخدموا النيوتريانس فاكتورز اللي موجودين على السيرفس فقط. اما في حاله الشوكليت، لانه حكينا انه احنا بنضيف البلد على درجه حراره اعلى، فبصير في عندي لايسس وربتشر للار بي سيز، فبتطلع النيوتريانس فاكتورز اللي موجوده فيها، وبصير المايكرو اورجانيزمز بيقدروا يستخدموا النيوتريانس فاكتورز اللي كانت اوريدي على السيرفس الار بي سيز بالاضافه للي طلعت من داخل الار بي سيز. ومثال عليهم من النيوتريانس فاكتورز اللي بتحتاجها الهيموفيلس انفلونزا عشان يصير لها جروث، عندنا فاكتور اكس اسمه هيم وفاكتور بي اسمه ناد. هلا الهيم والناد هم تو جروث فاكتورز، واحد منهم بيكون موجود على السيرفس للار بي سيز وواحد منهم بيكون موجود داخل الار بي سيز. الهيم بيكون موجود على السيرفس والناد بيكون موجود داخل الار بي سيز. فهي اذا كانت الجروث على الشوكليت معناته خلص الاثنين صاروا موجودين في الميديا، والاثنين تقدر تستخدمهم الهيموفيلس انفلونزا عشان يصير لهم جروث، عشان يصير لها جروث. فانا اذا السامبل اللي عندي فيها هيموفيلس انفلونزا وعملت لها كالتيفيشن على بلد، رح يكون في عندي مايكروبيال جروث؟ لا لا. ليش ما حيكون فيه؟ لانه الناد لسه موجود جوا. بالضبط، لانه الناد مش موجود، فمعناته الهيموفيلس انفلونزا ما حتقدر تستخدمه، فما حيصير في عندي جروث. فعشان هيك الجروث الهيموفيلس انفلونزا بيكون على الشوكليت اجر. هلا بناء على هاي الفكره عملوا تيست عشان يقدروا يكتشفوا في وجود الهيموفيلس انفلونزا. هلا هذا التيست اسمه، هذا التيست اسمه الساتلتزم. تمام، بس دقيقه لو سمحتوا. هلا هذا التيست بدنا نميز فيه بين انواع الهيموفيلس سبيشيز. زي في عنا الهيموفيلس، هلا مش في عنا الهيموفيلس، اعطوني دقيقه لو سمحتوا. هلا انواع الهيموفيلس انفلونزا، سوري انواع الهيموفيلس عشان نميز بين السبيشيز فيهم، استخدموا فينومينا بتعتمد على انه الهيموفيلس انفلونزا بتحتاج للهيم والناد مع بعض عشان يصير لها جروث، وهي الفينومينا اسمها الساتلتزم. هلا شو مبداها او على شو بتعتمد؟ خليني اشرح لكم اياها هون. هلا احنا راح يكون في عندنا بليت، هذا البليت هو عباره عن بلد اجر. تمام، هيكون في عندنا بلد اجر. البلد ايش حكينا الفاكتور اللي اوريدي موجود فيه؟ اكس، فاكتور اكس. بالضبط. هلا عشان يصير في عندي جروث لفاكتور، وعشان يصير في عندي جروث الهيموفيلس انفلونزا، انا محتاجه للفاكتور في. هلا على البلد كيف ممكن اطلع فاكتور في؟ أعمل هيموليسس، أتخن لها 100%. بدي أعمل هيموليسس. عشان أعمل هيموليسس بدي أحط مايكرو أورجانيزم أنا بعرف إنه هو بيعمل كومبليت هيموليسس للبلد، اللي هو بيعمل بيتا هيموليسس. شو مثال عليها إذا بتعرفوا؟ ستاف أوريوس. ستاف أوريوس 100%. إذا أنا عملت خط هون ستاف أوريوس، الستاف اوريوس هو مايكرو اورجانيزم بيعمل كومبليت هيموليسس للار بي سيز اللي موجودين حواليه، فراح يطلع عندي الفاكتور اللي هو في.
فهلا حوالين هذا اللاين باجي انا شو بعمل؟ بعمل كالتيفيشن للمايكرو اورجانيزم اللي انا بدي اعرف هل هو هيموفيلس انفلونزا ولا لا. فبعمل زجزاج حوالين الميد لاين تاع الستاف اوريس. هلا في اوريدي موجود سوري اكس اوريدي موجود. فهلا في راح يطلع حوالين الستاف اوريس. فاذا كان الهيموفيلس انفلونزا موجود راح يستخدم الاكس والفي اللي طلعت عنا حوالين الستاف اوريس حوالين الستاف اوريس ويصير في عندي جروث للهيموفيلس انفلونزا حوالين اللاين تاع الستاف اوريس اللي هو بهاي الصوره مبين عنا هون. الميد لاين هو عباره عن ستاف اوريس والزجزاج اللي حواليه هو المايكرو اورجانيزم اللي انا كنت بدي اشوف هو هيموفيلس انفلونزا ولا لا. فهون شايفين هون صار في عندي جروث صغير. هذا الجروث الصغير هو الهيموفيلس انفلونزا اللي استخدمت الهيم والناد اللي صاروا موجودين في الميديا ومنها بيكون في عندي ديفينيتيف دياجنوستس انه هاي هيموفيلس انفلونزا. واضح؟ طب دكتوره ليش ما استخدمنا شوكليت اغار من الاول؟ ليش نستخدم بلاد ونعمل هيموليتز؟ انا بحكي لك ليش ما استخدمنا. ايه؟ بحكي تستم فلسف صح؟ بالضبط. هلا احنا استخدمناهم لانه السبيشيز للهيموفيلس يعني الانواع الثانيه من الهيموفيلس الفرق بيناتهم انه مثلا واحده بتستخدم الهيم لحاله، واحده بتستخدم الناد لحاله، واحده بتستخدمهم التنتين مع بعض. فهلا انا اذا حطيتهم على الشوكليت اجر كلياتهم رح يطلعوا، يعني رح اي سبيشيز موجوده حتكون لانها بتستخدم يا اما الهيم او الناد او بتستخدمهم التنتين مع بعض. فانا ما رح اكون عارفه هي بالضبط شو استخدمت، فما بقدر اعرف بالضبط شو هي. اما لما بحطها هون على البلد وبتطلع حوالين الستاف اوريس بالضبط، فانا بكون عارفه انه هي استخدمت الهيم والناد مع بعض، فبكون عارفه انه هاي هيموفيلس انفلونزي تحديدا مش الانواع الثانيه من الهيموفيلس. تمام واضح للجميع الفرق ليش انا بستخدم الستافيلزم. دكتور انا ما فهمت الستاف ليش بستخدمها كخط. ما مش سامع رزان علي صوتك؟ ما فهمت ليش بنستخدم الخط نوعه ستاف. شو هلا ليش بنستخدم الستاف اوريس؟ هلا احنا حكينا انه البلد اجر في عندها الفاكتور اكس اوريدي موجود. هلا ضل في عندي فاكتور زي اللي هو الناد موجود داخل الار بي سيز، تمام؟ فانا بدي اطلعه، بدي اياه يطلع بدون ما انا اكون محضره شوكليت، فبدي استخدم نوع بكتيريا تقدر تكسر لي الـ RBCs وتطلع الـ V-Factor اللي موجود داخلها. واحدة من الميكرو-organisms اللي بتعمل الـ Complete Hemolysis اللي بيطلع الـ Factors اللي موجودين داخل الـ RBCs هو Staph aureus. فهي بتعمل Complete Hemolysis وبطلع فيه حواليها Beta Hemolysis. فاستخدمتها عشان أطلع الـ Factors اللي موجودين. هلأ هل بينفع أني أنا أستخدم أي ميكرو-organism ثاني بيعمل بيتا هيموليسس؟ شو رأيكم؟ دكتورة بس انه يكون complete بيتا هيموليسس اظن؟ يعني اي واحدة بتعمل بيتا هيموليسس، خليني نحكي مثلا ستريبتوكوكس بايدونيز بتعمل بيتا هيموليسس، بنفع استخدمها؟ شو رأيكم؟ يعني ليش لا؟ بالضبط ليش لا؟ هلا هو تكنيكالي بينفع لانه نفس المبدا، بس في عندنا شيء اسمه يونيفرسال ستاندردز انه الستاتيلتزم بينعمل بستاف اوريس والهيموفيلس انفلونزا، فكل المختبرات بتعمله زي هيك وهذا تيست معروف يعني عالميا، فانه اي حدا بيشتغله بيحطوا فيه الستاف اوريس. فهو المبدا بينفع، اما تكنيك خلص الكل بحط عندنا ستاف اوريس. فبالامتحان إذا جبت لكم هاي الصورة وسألتكم شو هو المايكرو أورجانيزم اللي موجود في الميد لاين بتجاوبوا ستاف أوريس. إذا سألتكم شو المايكرو أورجانيزم اللي موجود هون
شو بيكون جواب؟ هيمافلوس انفلونزا. بالضبط. إذا سألتكم شو هذا التست كلياته اسمه؟ ساتيليتيزم. بالضبط يا ماجد، 100%. تمام؟ فيعني هذا التست بما انه هيك مميز غالبا هيكون في عليه اسئله بالامتحان، يا اما شو هو، يا اما ليش بستخدمه، يا اما شو هدول المايكرو اورجانيزمز اللي موجودين فيه. فهلا فهمتوا مبدأه؟ حد يحب اني اعيد اشرح شو عملنا فيه؟ ترى بس عندي سؤال واحد، الزجزاج احنا عملناه، الخط هذا الزجزاج احنا عملناه. يس. اوكي. يعني احنا بنجيب اول الستاف اوريس على الميد لاين، وبعدين السامبل اللي احنا بدنا نعرف شو فيها بنجيبها وبنعملها زجزاج وبنحطهم الاثنين في الانكيبيتر. طبعا اولها ولا شيء حيكون مبين عندنا، بس نطلعهم من الانكيبيتر بتبين عندنا اذا في كولونيز حوالين الستاف اوريس ولا لا. تمام، شكرا دكتور. طب دكتوره رني تكملي. دكتوره بسال انت، حكيت انه نستخدم هذا التست عشان بيميز الهيموفيلس انفلونزا عن غيرها من السبيشيز. طيب في لما عملت سيرش لقيت انه مثلا في اذر تايب من الهيموفيلس كان دو هيمالوسيس فور بوث، زي الهيموفيلس انفلونزا بوزيتيف فور نات فاكتور بوزيتيف فور ذا اكس فاكتور، ولو استخدمت هذا التست ايضا حتطلع بوزيتيف. ففي هاي الحاله شو الديفرنشيشن بين بوث اوف ذم؟ اي واحده حتطلع عنها؟ اللي هي الهيموفيلس كان اسمها هيموتولاكتس something like this. هيموتولاكتس. yes. بالضبط. هلا احنا هون لانه احنا بنحكي عن هذا النوع تحديدا، اما احنا لو مسكنا بدنا نعمل ديفرنشيشن للانواع الهيموفيلس نفسها، في عندنا تستات اضافيه بتنعمل. فلو انا ميزت يعني لو تشابهوا بشيء معين بيكون في تست زياده بينعمل عشان يميز بينهم. لو احنا مثلا قاعدين ندرس انواع الهيموفيلس لحالها، تذكروا لما كنا نحكي بايوكيميكال رياكشنز ونحكي عن الانفيك رياكشن، مش كان في عندنا انواع معينه من البكتيريا تتشابه بالانفيك رياكشن؟ مثلا يكون في عندهم اختلاف باليورياز، يكون في اختلاف بتست ثاني. فنفس الاشي هون، هذا المبدا، اذا تشابهوا بشيء معين في اشي ثاني بده يفرق بيناتهم. تمام دكتورة. أنا سؤالي إنه إيش التايب أوف تيست اللي بنستخدم يعني حتى نعمل ديفرنشيشن؟ والله أنا حاليا ناسيته، بس بشوف لك إياه. تمام تمام رنيم. تمام تمام تمام. تفضل يا أحمد. هساني مين بضيف بالأول؟ أول شيء بضيف الهيموفيلس، صح؟ هيموفيلس، بعدين بضيف الستاب. أي بعمل بالأول؟ يا بحطه بالاول ولا بحط اثنين سوا؟ لا بعمل الميد لاين بالستاف من الاول وبعدين بحط فوقيها الهيموفيلس. طبعا هي يعني مش كثير بفرق على فكره. طبعا هي رجعت للشوكولات اجر، معناته يعني لو بدي احط الستاف اوريس اوريدي يعني عندي الاكس والناد، يعني عندي الاثنين لما احط الستاف اوريس. فالهيموفيلس انفلونزي وادر هيموفيلس بدها عادي يعني تعمل كولوني بهاي البكتيريا. لا فاهمه عليك. هلا هم مبداهم انه في منهم بيستخدم، هلا على الشوكليت موجودين الاثنين، في منهم بيستخدم مثلا بس الناد، حتى لو انه الهيم موجود هو ما بيستخدمه، ماشي، وفي منهم العكس. فانا هون بكون انا تاكدت انه هو استخدم الاثنين مع بعض. اللي على الشوكليت ما بكون أنا بالضبط عرفته هو أي واحد فيهم استخدم، أو هو استخدمهم الاثنين مع بعض ولا لا. أما هون أنا بكون متأكدة إنه هو أخذ الاثنين مع بعض. أسمش في أذر هيموفيلس تستخدم واحد؟ طبعاً وفرت له الاثنين هون نفس الشوكليت أجر اللي بتحط الستاف أوريس قبل، يعني المفروض أني أحط الهيموفيلس ما ألاحظ جروث، بعدين إذا ضفت الستافيلوكوكس وشفت في جروث بعرف انه استخدم الاثنين وصار عندي كولوني. مظبوط. فهمت على مبدأك. صحيح. هلا يعني طلع الاختبار فاشل. حتحطهم بالانكيبيتر على فكره مع بعض. هلا هو يعني مش انه هو الاختبار فاشل، هو صراحه بتعرفوا كيف في اشياء مش كثير كومن بنستخدمها لكن هي موجوده بالعلم وبدنا ندرسها، فهو هذا واحد منهم. يعني مضطرين. يعني تمام
فممكن كمان عشان تصير الفكرة أوضح، هلا ليش مرات الفكرة ما بتكون كثير واضحة؟ لأنه إحنا بنكون بندرس جزئية معينة مش كل الصورة الكاملة مع بعض. يعني لو إحنا مثلاً إجينا هلأ بدنا ندرس كيف نعمل differentiation للهيموفيلس سبيشيز لحالهم بغض النظر عن الأشياء الثانية، بعده رح تتوضح الصورة أكثر، لأنه حيكون في معانا تستات ثانية بتساعدنا على إننا نميز. تمام 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 أوكي. طيب هذا بالنسبة للهيموفيلس انفلونزي. هلا هيك احنا حكينا عن التنتين اللي بالجرام نيجاتيف، النيسيريا والهيموفيلس. هلا بدنا نحكي عن اللي بالجرام بوزيتيف، اللي حكينا التنتين من الموست انكاوندرد هم الستريبتوكوكس نيموني والستريبتوكوكس اجالاكتيا. هلا احنا حكينا اوريدي لما بنشوف تحت الميكروسكوب جرام بوزيتيف بدنا نشوف اول شيء بهمنا الشكل، ممكن يكون عندنا كوكساي او ممكن يكون بس اللاي. اذا كان جرام بوزيتيف كوكساي، شو هم التو ميجر جروبس اللي ممكن يكونوا سسبكتد بالنسبه للجرام بوزيتيف كوكساي؟ مجموعتين الكبار مشكلهم جرام بوزيتيف كوكساي اجالاكتيا. لا قبل ما نوصل لاجالاكتيا مين بحكي؟ مش حكيته مع بعض عبد الله وعمار؟ ايش حكيته؟ خلي عبد الله يحكي. يلا يا عبد الله. يا دكتور هو حكى بين الستافيلوكوكس والستريبتوكوكس 100%. هلا لما انا بشوف تحت الميكروسكوب انه في عندي جرام بوزيتيف كوكساي، فمعناته انا في عندي يا اما ستاف يا اما ستريب، هذول بشوفهم تحت الميكروسكوب دائما جرام بوزيتيف كوكساي. عشان اميز بين الستاف وبين الستريب، شو البيوكيميكال رياكشن اللي بدي استخدمه؟ كاتاليز. بالضبط 100% الكاتاليز اللي كان بيعتمد على وجود البابلز. بالنسبه للستريبتوكوكس الكاتاليز تست لها دائما بيكون نيجاتيف. هلا هيك انا استثنيت كل مجموعه الستاف، فضل في عندي جرام بوزيتيف كوكساي منها الكاتاليز نيجاتيف، عرفت انه انا في مجموعه الستريبتوكوكس. هلا من الستريبتوكوكس بدي يعني بدنا ندور على تنتين، الستريبتوكوكس نيموني والستريبتوكوكس اجالاكتيا. اول إشي ممكن يفرق لي بينهم هو الباترن اوف هوميلوسيس، يا اما بيكون الفا يا اما بيكون بيتا. شو الفرق حكينا بين الالفا والبيتا؟ البيتا كومبليت، الالفا بارشل. بالضبط. ولما بدي اشوفهم على البليت، البيتا شو بيكون لونه؟ احمر جرين. لون الهيموليسس كيف بميز الهيموليسس؟ البيتا بتكون يالو والالفا بتكون جرين. 100% البيتا حوالين الكولوني بحس انه في عندي لون يالوش او جولدن، اما البيتا البيتا هي اللي بيكون لون الجولدن، والألفا بيكون اللون على جرين. طيب فهلا بدنا نبلش بالستريبتوكوكس نيموني بعدين الستريبتوكوكس اجالاكتيا. دكتور بس شو اللي بين قوسين جي اي اس جي بي اس؟ الستريبتوكوكس بايوجينيز بسموها جروب اي ستريبتوكوكس، والستريبتوكوكس اجالاكتيا بسموها جروب بي ستريبتوكوكس. تمام. دقيقة لو سمحتوا. تمام. فبالنسبة لسؤال ماجد، جروب A أو جروب B؟ يعني حتى لو سألكم بالامتحان بدل ستريبتوكوكس أجالاكتيا جروب B ستريبتوكوكس، بيكون نحكي عن نفس الشيء. هلا بالنسبة للستريبتوكوكس نيموني، حكينا under microscope رح نشوف جرام بوزيتيف كوكساي، وممكن نشوفها على شكل دبلو كوكساي أو سنجل كوكساي، يعني ممكن نشوفهم جنب بعض زي ما حكينا بالنيسيريا أو ممكن يكونوا سنجل. المهم المبدأ إنه إحنا بنشوفهم جرام بوزيتيف كوكساي، لازم يكون شكلهم كوكساي. بالنسبة للجروث كاركترستيك على البلد، مهم جدا إنه نشوف الألفا هيموليسيس. الألفا هو شايفين هنا حوالين الكولونيز كيف في هيك زي هالو حوالين الكولوني،
هيك بتحسه زي فراغ مايل لونه للأخضر. هاي معناها إنه في عندي حوالين الكولوني partial hemolysis اللي هو ألفا. فالألفا كتير مهم إني أشوفه لأنه هو يعني راح يساعدني أميز بين في حالتنا هون الستريبتوكوكس نيموني والستريبتوكوكس أجلاكتيا. فراح أشوف تحت الميكروسكوب جرام بوزيتيف هوكسال وراح أشوف ألفا هيموليسس على البليت. هلا احنا حكينا انه اذا شفت جرام بوزيتيف كوكساي، خلينا نرجع لهذا الشكل. اذا شفنا جرام بوزيتيف كوكساي وعملت كاتاليست طلع نيجاتيف معناته انا ستريبتوكوكس. هلا اذا كان الهيموليسيس الفا معناته انا في عندي تو اوبشنز، هذول مستحيل تكون هذول ومستحيل تكون هذول. هلا شو عندي تو اوبشنز اذا كان الهيموليسيس الفا؟ هم الستريبتوكوكس نيموني والستريبتوكوكس فيريدنس. فانا هلا محتاجه اني اعمل بايوكيميكال رياكشن عشان يميز لي بين الستريبتوكوكس نيموني والستريبتوكوكس فيريدنس. فهذا التست اللي راح استخدمه هو الاوبتوشين، والاوبتوشين هو بيعتمد زي مبدا الانتي بايوتكس اللي كنا ناخذهم، انه راح يكون في عندي فلتر بيبر وهاي راح يكون عليها الاوبتوشين. اللي بيميز لي بيناتهم انه الستريبتوكوكس نيموني بتكون سنسيتيف للاوبتوشين والستريبتوكوكس فيريدنس بتكون ريزيستنت لإله. فهلا انا عارفه انه المايكرو اورجانيزم اللي موجود في عندي في عنده الفا هيموليسس وهو ستريبتوكوكس جروب، فانا هلا بدي اميز بيناتهم. اذا كان هون اوريدي في عندي مايكروبيال جروث وانا حطيت الاوبتوشين وحطيتهم في الانكوبيتر وبس طلعتها لقيت انه هون صار في عندي انهبيشن زون، معناها انه كل المايكرو اورجانيزمز اللي كانوا موجودين هون صار لهم كيلينج، معناته هم سنسيتيف للاوبتوشين، فمعناته هاي ستريبتوكوكس نيموني. في المقابل اذا انا حطيت الاوبتوشين ديسك وضل في عندي مايكروبيال جروث عادي حواليه، معناته البكتيريا اللي موجوده هون بتكون ريزيستنت للاوبتوشين وما بتكون ستريبتوكوكس نيموني، هاي رح تكون ستريبتوكوكس فيريدنس. واضح كيف تميزوا بينهم؟ بعد قديش بنشوف الفرق؟ 24 ساعة، يعني من 24 ل 48 بالانكوبيتر. بس مش انه اول ما تحط الديسك رح يبين عندك، لا، بترجعها على الانكوبيتر تقريبا يوم او اوفر نايت بنسميها، وبعديها ببين اذا في عندي انهبيشن زون حوالين الديسك او لا. تمام. فهلا اذا انا بدي اعمل كومبليت ايدنتيفيكيشن للستريبتوكوكس نيموني لازم اشوف تحت الميكروسكوب جرام بوزيتيف كوكسال واعمل كاتاليز يطلع نيجاتيف واشوف الهيموليسيس الفا واوبتيشين سنسيتيف. هاي الكومبليت هيموليسيس. همام كنت بدك تسال اشي؟ تمام. هلا هاي بالنسبه للستريبتوكوكس نيموني. بضل في عندنا الستريبتوكوكس اجلاكتيا. هلا الستريبتوكوكس اجلاكتيا رح نمشي بنفس الستبس، احنا رح نشوف تحت الميكروسكوب جرام بوزيتيف كوكسايد هلا، وطبعا رح نعمل كاتاليز هيكون نيجاتيف. على البلد اجر مهم هون عندنا انه الهيموليسيس بيكون بيتا. شوفوا كيف حوالين الكولونيز بين عندنا هذا اللون الجولدن او اليلوش، هذا معناته انه صار في عندي كومبليت هيموليسيس للبلد حوالين الستريبتوكوكس سبيشي، فمعناته هاي بيتا. لو نرجع على الشكل هون حكينا بما اني انا شفت الهيموليسيس بيتا معناته هلا انا صار في عندي تو اوبشنز، يا اما ستريبتوكوكس بايوجينيز او ستريبتوكوكس اجلاكتيا. عشان اميز بيناتهم بدي اعمل تست. فشو هو التست اللي لازم اعمله في هاي الحاله؟ رح اعمل هون تست برضه هو من التستات اللي شوي بتكون مفلسفه. هذا التست اسمه كام تست. هلا ستريبتوكوكس اجلاكتيا او ستريبتوكوكس جروب بي في عندها فاكتور اسمه كام، فانا بدي اشوف هذا الفاكتور موجود ولا لا. اذا كان موجود بعرف انها هاي ستريبتوكوكس اجلاكتيا، واذا مش موجود بتكون النوع الثاني. فهلا كيف اعرف هذا الفاكتور موجود ولا لا؟ راح اجيب برضه بلاد اجر
وبرضه في الميد لاين راح احط ستاف اوريس. تمام. فهلا انا في عندي بلاد اجر وبالنص عملت كالتيفيشن لستاف اوريس. هلا الستاف اوريس شو حكينا بتعمل حواليها؟ بيتا هيموليسيس. تمام. اللي بصير عندي انه الكامب فاكتور كيف شو وظيفته او هو شو بيعمل؟ خلينا نحكي الكامب فاكتور بيعمل انلارجمنت او توسعه او تكبير للمنطقه اللي فيها بيتا هيموليسيس. فهلا انا حوالين الستاف اوريس بيكون في عندي بيتا هيموليسيس. خلينا نحكي هيك، اذا جبت انا ستريبتوكوكس اجالاكتيا وعملت لها كالتيفيشن هون، منطقه الهيموليسيس اللي بتصير اللي موجوده هون بتكبر بتتوسع بتصير غير عن المناطق الثانيه، بتبين عندي هيك على شكل مثلث، شكل مثلث واسع من الهيموليسيس. فبعرف هون انه الكامب فاكتور موجود، معناها هاي ستريبتوكوكس اجالاكتيا. بدي افرجيكم اياها هون على الصوره اوضح. حطيت انا في الميد لاين ستاف اوريس، تمام، عملت حواليها بيتا هيموليسيس، وحطيت جنبها اللي انا بدي اشوف هي في عندها كامب فاكتور او لا، اللي هي اجالاكتيا. اذا منطقه الهيموليسيس توسعت معناته الكامب فاكتور موجود، اذا ضلت زي ما هي معناته هاي مش ستريبتوكوكس اجالاكتيا. وهاي صوره على الواقع، اللي بالنص الميد لاين هو الستاف اوريس وعامله حواليها البيتا هيموليسيس. حطيت انا هون بكتيريا عامله بيتا هيموليسيس بس ما في عندها الكامب فاكتور. شوفوا كيف هون المنطقه عادي ضلت زي ما هي، كل واحد عامل بيتا هيموليسيس حواليه. اما الستريبتوكوكس اجالاكتيا لانه في عندها الكامب فاكتور، هذا الكامب فاكتور خلى منطقه الهيموليسيس تتوسع كثير في مكان الالتقاء بينه وبين الستريبتوكوكس بينه وبين الستافيلوكوكس اوريس. فهمتوا؟ تمام. تمام. فهلا اللي بيهمني برضه بهذا التست تكونوا عارفين شو حطينا في الميد لاين اللي هي ستاف اوريس، وتكونوا عارفين انه هاي المثلث هون اللي ببين على شكل توسعه للبيتا هيموليسيس معناته انه كامب فاكتور موجود، لانه كامب فاكتور هو اللي بيعمل هاي الظاهره، معناته هاي ستريبتوكوكس اجالاكتيا. هون ما في عندي كامب فاكتور معناته هي مش ستريبتوكوكس اجالاكتيا. فبالامتحان ممكن اسالكم شو هو المايكرو اورجانيزم اللي موجود هون، او شو هو المايكرو اورجانيزم اللي موجود هون، او شو اسم هذا التست كلياته. اوكي. اوكي. حد عنده سؤال عليه؟ انا دكتوره. تفضل يا عمار. مش للستريبتوكوكس بيوجينز كنا نستخدم الباسيتراسين؟ طب بصير استخدمه هون وانا باخذ عكس النتيجه، يعني لو طلع معي نيجاتيف بالباسيتراسين هل بقدر احكي انه البكتيريا اللي عندي اللي هي جروب بي؟ حلو سؤالك يا عمار. هلا عمار شو بسأل؟ بحكي انه انا هون عند البيتا انا محتاره بين ستريبتوكوكس بيوجينيز وستريبتوكوكس اجالاكتيا، واحنا بنقدر نكشف عن وجود الستريبتوكوكس بيوجينيز عن طريق تيست اسمه الباستريسين او الباستريسين. فبحكي اذا عملته وكان نيجاتيف خلص انا بعرف انه هي ستريبتوكوكس اجالاكتيا. هلا الطريقه منطقيا صحيحه، بس احنا في لابات المايكرو دائما برجع بعيد لكم هاي النقطه، في يونيفرسال بروتوكولز بنمشي عليهم، وما بقدر اعتمد بس اني انا اذا عملت تيست طلعت نتيجته مثلا نيجاتيف اني افترض انه الثاني بوزيتيف. لازم انا اعمل هذا التيست وتطلع معي نتيجته بوزيتيف، يعني اعمل الكامب تيست ويطلع معي بوزيتيف ريزلت، هيك انا بقدر ااكد انه هي ستريبتوكوكس اجالاكتيا. اما من حيث التفكير منطقيا مقبوله بصير يعني، وحلو انه عمار فكر فيها وربط الامور بهاي الطريقه، بس الاصح كشغل في اللاب اني انا اعمل التيست اللي هو الكامب تيست. واضح يا عمار؟ اه واضح يا دكتور، شكرا. تمام. رنين تفضلي.
دكتورة بسأل سؤال، بس سؤال فني شوي. تفضل. كان عند الستاف إن هي بيتا هيمالتيك، فبتبين جولدن يعني جولدن لايت يعني أريا راوند صراحة. الآن الآن بالسلايد لما حكينا بسلايد 15 يعني هون مبينة يالش أبيرنس حواليها. طب بسلايد 15 مبين الكلر تاع البيتا هيمالسيز أو الستاف مش جولدن، شو السبب؟ ليش الكلر 15 هو أي واحد؟ لأنه أنا مش مبينة عندي الأرقام. كمان لورا عندي ستة ثلاثة جدًا أيمن بالضبط. مش واضح هون الهيمالسيز جدًا. طبعًا هذا مرات بيعتمد على طريقة تصوير الصورة والإضاءة. انتوا اشتغلتوا معي باللاب، تتذكروا لما كنت محكي لكم مرات الهيموليسس لازم نمسك البليت بالعكس ونرفعه على الضوء عشان نشوفه؟ اها تذكريها رنيم. فهلا مرات هيك اذا انا بطلع عليه من فوق وبطل وباجي بطلع حسب الاضاءه يمكن ما اشوفه، فهذا البليت نفسه لو لفيته على الضوء المفروض انه يبين عندي الهيموليسس، تمام؟ وهاي الصور هون اللي بيكون واضح فيها كثير الهيموليسس، يا اما هو الهيموليسس قوي أو بتكون هاي الصور معدلة لغايات يعني التعليم إنه يكون كتير واضح، لأنه مش دائما لما نشتغل بتكون والله الصورة زي طبع معانا هيك زي الكتب يعني. تمام رنين؟ تمام. تمام. أوكي. لحد الآن حد عنده سؤال هيك؟ تستات اليوم طبعا أول مرة بتمر عليكم وهيك فيها شوية أفكار. طبعا كمان بركز عليكم بالامتحان يعني ما تخربطوا مثلا كامبس بالستلتزم شوي فيهم تقارب بالمبدا، لا تخربطوا بالمايكرو اورجانيزمز اللي موجودين. يعني اذا كنت حاطيت لكم اكس على واحد وسالكم شو هذا ضلكم ركزين بس افصلوهم عن بعض. يعني غالبا بما انه ما في عدد كبير من الاسئله حيكون على اللاب، هي حتكون على الاشياء اللي هيك واضحه ومميزه واللي اول مره بتمر معنا. اخر واحد عندنا هو الستيريا مونوسايتوجين. الستيريا مونوسايتوجين هو جرام بوزيتيف بس اللاي بشوفها تحت الميكروسكوب، وكمان في عندها بيتا هيموليسيس. هلا اللي كثير مميز بالنسبه للستيريا مونوسايتوجين هو الباترن اوف موتيليتي، في عندها طريقه حركه كثير مميزه. انه انا لما بجيب تيوب الاس اي ام عشان اعمل تيستينج للموتيليتي، وهذا التيوب شو حيكون نوعه؟ سوليد ولا سيمي سوليد ولا ليكويد؟ ليكويد. سببت احكي ليكويد، شو رايكم كيف بدرس الموتيليتي؟ سيمي سوليد. ف شو اسمه عادي سبب، طبعا كل بنخربط لساتنا، بس عشان ادرس الموتيليتي دائما بختار التيوب يكون سيمي سوليد عشان يسمح لي اني اشوف كيف تحركت البكتيريا. فهون لما بدي أعمل تيستينج للموتيليتي بعملها على الروم تمبريتشر، بعمل ستابينج للتيوب بالبكتيريا اللي أنا بدي أشوف هي الستيريا مونوسايتوجين أو لا. فإذا بعد ما طلعتها من الانكوبيتر شفت هذا الشكل المميز للموتيليتي اللي موجود هون أو هون أو هون، شو بتحسوا بيشبه أكثر إشي خصوصاً هذا؟ زي الفطر. أوكي بيشبه الفطر. شو كمان؟ البرق. أمبريلا. أمبريلا مش بقى الأخطبوط رقصة باليه. أوكي هو إحنا نقدر نشغل خيالنا كثير يعني، مش من عصير نادر. عاصف أبدعته والله ما شاء الله. هلا هو هيك يعني المفروض إنه هيك وهيك، فشو بيشبه هاد؟ الأمبريلا يعني مكتوب أمبريلا. مكتوب أمبريلا. مين اللي حكى أمبريلا؟ في حدا حكى أمبريلا؟ أنا عبد الله. والله هو كمان يعني منطقياً يعني بيشبه الفطر، بس إجمالاً هو علمياً بسموه أمبريلا شيء. أنا بحكيكم دائماً في أشياء يعني يونيفرسالي وموجودة وإحنا بدنا نمشي معها، فهو هذا الشكل عادةً بسموه الأمبريلا شيء. هلأ هذا شكل الموتيليتي مميز للستيريا مونوسايتوجين. يعني أغلب البكتيريا الموتيليتي لإلها بيكون مثلاً الستابينج لاين والبكتيريا مثلا متحركه حواليه او عامله تيربيديتي، بس هذا الشكل انها تعمل زي هيك مظله من فوق ومن تحت هيك، هذا الشكل مميز للستيريا مونوسايتوجين. فانا لما بشوفه
عطول هاي بتكون دياجنوستيك للأيسيريا مونوسايتوجين حتى لو ما كملت التستات الثانية. فهاي بتكون لها ديفينيتيف دياجنوستيك. فبالامتحان لو جبت لكم هذا الشكل وسألتكم شو هذا المايكرو أورجانيزم بتجاوبوا الأيسيريا مونوسايتوجين. تمام؟ هاي تبعت اللي فوق الستين صح؟ غالبا اه. واضح؟ طيب حد عنده هلا هيك سؤال بالنسبه لكل اللاب؟ اوكي طيب هذا بالنسبه للاب المايكرو بالنسبه للسي ان اس. من هون لوقت الامتحان اي حد بيكون عنده سؤال بيقدر يبعث لي. ركزوا شوي بالتستات لانها اليوم كانت جديده علينا. واحمد ورزان لا مين اللي سألتني آخر إشي؟ رنيم أيوة رنيم. فأحمد ورنيم سألتوا كمان كثير عن الموضوع الهيموفيلس. ممكن يعني عشان ما يتلخبط شوي مع مادة الامتحان ممكن أبعث لكم إشي يعني بخصه أكثر إنه كيف بنقدر نميز أكثر بيناتهم عشان تكون الفكرة أوضح، وبنبعث للجميع يعني أي حدا بيحب يطلع عليه. فهيك إن شاء الله بتكون أموركم تمام بالنسبة لللاب. تمام هيك؟ عندك سؤال؟ لا دكتوره بس شو اسمه في 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 تشبيهات ثانيه حكوها على التعليقات انه تشبه راقصه البليش. وين راقصه هاي هاي اللي هون؟ ما ماشي ممكن ان شاء الله لما كنا نعمل كتاب جديد يعني. اول اللي بيكون بالموالد هذا اللي بيكون يلف ما بصير مبدا التنوره يعني. والله دكتوره مش بهرج جرتني على شيء واحد اسمه امبريلا شيب وبس. هذا كل شيء بالنسبه لللاب. وعلى فكره انا عم اقرا التشات كل شوي فانا شايفكم شو بتكتبوا. تمام. حد عنده سؤال؟ حد يحب يحكي اي شيء؟ الله يعطيك العافيه دكتوره. الله يعطيكم العافيه. وان شاء الله بشوفكم على خير. اللاب اليوم كان طويل فعشان هيك يعني فتنا على طول دايركت تو ذا بوينت. بس بحب كالعادة أسلم عليكم جميعاً واشتقت لكم وبحب أني أشوفكم باللاب عادي يعني خلص مش هلحقكم حتكونوا رحتوا على الكلينيكا لحد ما إن شاء الله نرجع نداوم باللابات. بس بنشوفكم إن شاء الله على خير. يعطيكم العافية جميعاً. يعطيك ألف عافية دكتورة. يعطيك العافية. شكراً جزيلاً لجهودك. أهلاً فيكم. يعطيكم العافية.